مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كريمة على شوكولا. عنا 150 ملي حليب، 3 معالق طعم كاكاو، 3 معالق طعم سكر بودرة، 100 جرام ماسكربوني تشيز، جبنة الماسكربوني، وظرف كريمة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط الكريمة فوق الحليب، سكر البودرة، الكاكاو، بخفقن مع بعض عسرعة عالية. بسم الله. بس خفقت الكريمة، هلأ بحط فوق الجبنة وكمان بخفق عسرعة خفيفة. منقدر ما نحط الجبنة، بس نحط الجبنة بتعطي سماك الكريمة أفضل. انتهينا من الكريمة. هلأ لشوف الكريمة أنا وياكم كيف طلعت. بسم الله. الشكل النهائي. هيدي الكريمة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.